تعقيب تعقيب من المعارضة. تفضلوا مولاي مهدي تفضل. نعم تفضلوا تفضلوا سي النائب المحترم. السيد الرئيس المحترم، السيد الوزير، أمام التغيرات المناخية التي عرفتها بلادنا خاصة المناطق الشرقية أصبح من الضروري واللازم تعجيل برمجة السدود وخاصة سد واد غريس بيق الميمة. السيد الوزير، أزيد من شهر وكنتسناو شوف الوزاري منكم يلبس الجين والسبريلة ويزور هذه المناطق النائية والمهمشة باش يشوف اش واقع، ولكن انتما كتزوروا هذه المناطق النائية غير في الحملات الانتخابية، اما في الحملات الوديانية اللي عرات الواقع ديال البنيات التحتية الهشة ودخل المال الديور وماتوا الناس وضاعوا ممتلكاتهم وكتقطعوا الحس. السيد الوزير ما كتهضروش في هذا. السيد الوزير، هذه مناسبة ربانية باش تزوروا هذه المناطق وتحسوا بمعاناة الساكنة الى بغيتوا، وتعلموا الناس ديالكم باش يتهلاو في الحديد الغالي ما يديروش الحديد الرقيقة. راه داك السيد المناضل من حليل الدو خلا الرحمة ديال الرملة الترابة الحديد الرقيقة القطرة القنطرة الكذابة، راه هي هذه وصلنا دابا. راه تعرفوا شي دابا في الوداد. شكرا شكرا شكرا. سيد الوزير، إقليم قوليميم لا يذكر إلا في الكوارث، البطالة، الهجرة السرية. اليوم تتحدثون عن كارثة طبيعية ولم تعرجوا على إقليم قوليميم، رغم أنها كانت فرصة للحديث عما وقع بجماعة أمتضي وكذلك بجماعة أداي وبجماعة تغجيش. لذلك أتمنى أن لا تنسى كذلك في هذه الأمور التي يمكن أن تخفف من الأضرار التي منيت بها ساكنة تلك المناطق. شكرا. هل هناك تعقيب إضافي؟ كنظن إذن السيد الوزير عاود المنصة لأن عندكم الوقت الكافي إذا أردتم. السادة النواب، السادة النواب، السادة النواب، من فضلكم السيد الوزير تفضلوا. السيد الوزير، شكرا جزيلا على هذه التدخلات الهامة، وبغيت الى سمحتي باش نهضروا بكل مسؤوليه. مزيان مزيان هذا النقاش باش المغاربه يعرفوا شو واقع. اليوم بغيت نقول لكم بان عكس ما تفضلتم به كنا في الميدان منذ البدايه وحاضرين بقوه، وفتحنا 141 مقطع طرقي ومنشأة فنية في إقليم طاطا قنطرة بمركز مدينة طاطا على الطريق الوطني رقم 17، إقليم قلميم اللي تكلمت عليه السيد القنطرة كذلك درنا ديال واد الصياد طريق الجاوية رقم 102، وكذلك طريق الرابطة ما بين قلميم وطاطا ما بين بوزيكارن وتغجيشت وفم الحسن، وبرمجنا طريق جديد ان شاء الله اللي غدا باش تعاود هذيك الطريق اللي تكلمتوا عليها. اقليم اسازاك طريق الجاويه رقم 103 الرابطه بين اسازاك والمحبس. اقاليم زاكورا تينغير وزازات طريق الوطني رقم 9 الرابطه بين ورزازات وزاكورا، طريق الوطني رقم 10 الرابطه بين ورزازات وتينغير، طريق الجاويه رقم 108 باقليم زاكورا الرابطه بين تنسيخت وتزارين، طريق الجاوية رقم 111 الرابطة بين طاطا ورزازات، طريق الجاوية رقم 113 بإقليم تنغير الرابطة بين النيف وتنغير. زيادة كذلك على الإقليم ميدلت طريق الجاوية رقم 704 بين الريش وإيميل شيل، إقليم زاكورة طريق الوطنية رقم 9 بين زاكورة ومحاميد الغزلان، والطريق الوطني رقم 9 ما بين زاكورة ورزازات، والطريق الوطني رقم 17 بين زاكورة وطاطا، إقليم الرشيدية الطريق الوطني رقم 13 بين مرزوقة وطاوس، إقليم تنغير الطريق الوطني رقم 17 بين النيف وزاكورة، إقليم قرسيف الطريق الوطني رقم 15 رابطة بين قرسيف وطات الحاج وميدلت، الطريق الوطني رقم 17 الرابطة ما بين بوعرفة وفيقيق، الطريق الوطني رقم 19 بإقليم فيقيق الرابطة بين توريرت وتندرا تندرارة، وفي إقليم جرادة طريق الجاوية رقم 606 الرابطة بين عير من مطهر وطات الحاج إلى آخره.
إذن راه اشتغلنا وكنا حاضرين وحلينا العديد من الطرق وهذا اللي جا لنا وبدينا كذلك في البناء. حنا ما انتظرناش نجيو للبرلمان باش عاد نقولوا شنو غنديروا، حنا درنا اشتغلنا ومعلوم اللي جات توجيه الملكيه الساميه فعطتنا فرصه باش نزيدوا نقويوا المجهودات ديالنا، وهذا اللي اساسي بالنسبه لنا. خصنا نشوفوا ما هو موضوعي اللي اساسي، ماشي نجيو ندورو نتساراو، حنا جينا باش نخدموا وبغينا ان الناس ديالنا يكونوا حاضرين مع المواطنين في وقت الشده، وفي نفس الوقت اننا يكون عندنا برنامج كبير اللي غينهض بهذه المناطق. هذا هو العمل اللي تنقوموا به، هذا هو العمل الميداني، وشافوا المغاربه وعرفوا شنو كاين وشافوا شنو تحقق على ارض الواقع. ثانيا بغيت نزيد كذلك باش نعرفوا علاش تنهضروا. اليوم عندنا واحد التصور اللي هو واضح، التصور هو اللي واضح، هو اللي قلت لكم بكل صراحه انه اليوم خصنا نراجعوا الامور. واليوم اشتغلنا لان تنشوفوا الجانب السلبي، اشتغلنا وشفنا كيفاش اننا كاين بعض المنشات قال طاطا اللي تكلمت عليها وسط المدينه راه حنا تنعاودوا نبنيو القنطره الجديد، وفي نفس الوقت تنشوفوا بنايه اخرى اللي تكون اقوى باش اننا نضمنوا الاستمراريه بالنسبه لهذا، لان باش ناخذوا بعين الاعتبار بان اليوم باش نضرب بصراحه هاد الفيضانات اللي تجي كل 1000 سنه، الفيضانات المقبله تجي كل 500 سنه، اي انه خصنا نبداو نوجدوا نفوسنا لهذا التصور المستقبلي باش ناخذوا بعين الاعتبار هذا الامر اللي كنا تنقول لكم في البدايه بان اليوم عندنا اليوم مع التغيرات المناخيه غتكون الظواهر القصوى، غيكون الجفاف وغتكون فيضانات قويه، وبالتالي خصنا نكونوا جاهزين لهذا الشيء كله، هذا هو اللي تنشتغلوا عليه. وبالتالي فاللي بغيت نقول لكم بكل بدون اي مزايده اننا درنا واحد الجرد مع السلطات المحليه مع الوزارات المعنيه ديال كل ما ينبغي بناؤه من جديد، لان حنا بغينا حتى بلاصه انها تضر، وبغينا انه المواطنين والمواطنات يكونوا عندهم كذلك الاهتمام، لان جهه الملك فهو هنا باش يحمي المواطنات والمواطنين في اطار التعاقد اللي كاين، وهذا الامر وهو اللي حنا تنطبقوه في الحكومه على ارض الواقع. بغيت نضيف كذلك واحد الامر اليوم، اذا هذا انطلاقا هذا الجرد فدارت واحد البرنامج، وهذا البرنامج حنا مستعدين نعطيه لكم باش تعرفوا على ارض الواقع شنو تنقوموا به. ما نسينا حتى بلاصه، حنا خدامين في كل شيء، وبالتالي وكذلك كاين امور اللي درنا بالميزانيه ديالنا زياده على جوج مليار ونص ديال الدرهم اللي جات في اطار البرنامج الجديد اللي وضع جهه الملك على ارض الواقع، وهذا جعل انه كان هنالك مجهود للدار واللي هو مهم، وهو انه في اطار هذا البرنامج وهو ركزنا على انه نديروا الاولويات، اننا نوضعوا شنو هما الامور اللي هي ضروريه الان، بحال اللي قلنا دابا تنعاودوا هذاك القنطره ديال طاطا غير باش يمكن لهم، لان طاطا مقسومه على جوج لان جات في وسط المدينه، ولكن في نفس الوقت حنا بغينا نبداو بنايه جديده تكون اقوى اللي غنستمروا فيها في المستقبل، هذا هو التصور، ولكن خصنا دراسه باش يمكننا نديروها باش ناخذوا بعين الاعتبار هاد التحولات. باغي نضيف كذلك لان تنشوفوا الامور السلبيه فقط، كاين ايجابيات والحمد لله، والحمد لله على هاد الشتاء، والحمد لله كذلك على هاد المياه وهاد البركه اللي هي مهمه بالنسبه لبلادنا. اليوم دخلات 780 مليون متر مكعب سدود، وانا نقول لكم واحد القضيه، انا نقول لكم كما كانش هاد السدود كانت غتكون كارثه، كان غيكونوا شحال ديال الضحايا ديال هاد الفيضانات. الحمد لله هاد السد مثلا ديال قلميم ديال فسك راه 10 مليون متر مكعب اللي تجمع فيه، وهذا الحمد لله لان نقد العديد من المواطنين والمواطنات. اخت كانت تتكلم على زاكوره، كذلك زاكوره السد اليوم دخلت فيه 23 مليون متر مكعب، سالينا السنه الماضيه والحمد لله اللي كان باش نقضوا، ولكن غنضمنوا كذلك سنتين ديال ماء صالح الشرب للساكنه بالنسبه لزاكوره.